بمشاركة 6235 طالباً وطالبة من الصف الأول الثانوي، أجرت هيئة التميز والإبداع الجولة الثانية من اختبارات المرحلة الأولى من منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري، والتي تركزت على مادتي علم الأحياء والكيمياء، وذلك بالتوقيت نفسه في مختلف المحافظات. السنة تقريباً تجاوزنا مرحلة المدارس عبر أنه وضعنا شرط للطلاب بأنه لازم تكون العلامة 2800 فما فوق لطلاب التعليم الأساسي و2620 لطلاب التعليم الشرعي. الهدف من هاي الاختبارات ليس المعارف وإنما قدرة الطالب على التحليل المنطقي. تبدأ الاختبارات القادمة لتكون اختبارات معارف، وينطلب من الطالب أنه يبلش يجمع معارفه بالاختصاص اللي بده إياه. آليات الأولمبياد عم تتطور ومنتمنى أنهم هن يتطوروا معها ويعرفوا أنه المطلوب من الطالب المتميز هو بندين أساسيين، ليس فقط المعلومة ولكن قدرتك على أن تفكر خارج الصندوق، قدرتك على أن تحلل بطريقة مختلفة عن البصم. نحن اليوم بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع استضفنا الامتحانات للأولمبياد العلمي اللي بيدور كل سنة. السنة في ترتيب جديد، قامت هيئة التميز والإبداع بالاتفاق أو بالطلب من جامعة دمشق المشاركة بهذا الموضوع، فنحن بدورنا قمنا كجامعة دمشق بتجهيز الأماكن للطلاب والقاعات وتسيير العمل الامتحاني بشكل جيد. مسألة منطقية للحد اللي دارس والمحضر، وتجربة الأولمبياد كتير تجربة حلوة وممتعة وبتساعدنا حتى ننمي مواهبنا ونكتشف حالنا ومستقبلنا ونرفع اسم بلادنا كمان بالمستقبل إذا كملنا. قدمنا امتحان علم الأحياء، مستوى الأسئلة كان يحتاج لذكاء يعني، ومو أنه سهل، فيها بعض الصعوبة يعني. أنا بحب علم الأحياء مشان هيك دخلت فيها. تمت اختصاص كيمياء اليوم أولمبياد، أكيد كل حدا حلمه أنه يوصل لشيء منيح يعني، خصوصا المركزي يعني، ويطلع أنه برا البلد ومنحات وكذا. بس مستوى الأسئلة كان صعب شوي، مع أنه يعني كانت أول مرحلة بس كانت صعبة وحلينا تمام، واكيد الكل بيطمح للاعلى وان شاء الله بنكون ننجح. شاركت في الاولمبياد لانه فكرته كثير حلوه وبتجيبي معلومات من اكبر منك، هذا الشيء بوسع لك مداركك. هلا انا كانت مشاركتي بالعلوم واجت الاسئله كثير حلوه وسهله، في منها كثير شغلات من التاسع كثير حبيته. بطمح لكم الفريق الوطني، لما عم نشوفهم على التلفزيون كثير عم نحب المشاركه تبعهم ونتفائل بانه نربح. شاركت بماده العلوم، كانت أسئلة كتير يعني موضوعية، فيها أشياء قديمة، فيها أشياء يعني أخذينها بالسابع والثامن مرحلة الإعدادية. الأسئلة يعني كانت نوعا ما فيها أشياء صعبة وأشياء سهلة. تجربة حلوة، حتى لو ما نجحت فيها أنا مبسوطة أني وصلت لهالمرحلة وأني شاركت فيها. حبيت التجربة حتى ولو ما كملت فيها، يعني كتير حبيت التجربة، بس عندي أمل كتير كبير أني كمل وأنه يكون في له مستقبل كبير يعني